السيرة مش مجرد حروف هتترص وتعمل كلمة وسطر وصفحات. السيرة مواقف، لحظات وأيام بتعيشها، وأحلام فيها اللي تحقق وفيها اللي هتستناه وفيها اللي ملكش نصيب فيه. انتصارات وهزايم، دموع وفرح، ابتسامة وتكشيرة، إصرار وتنازل، وجروح اتحملتها وجروح اتسببت فيها وغيرك اتحملها، محطات جريت فيها، أوقات لحقت القطر وأوقات فاتك، زاوية شفت منها وزوايا شافوك منها، السيرة انت بطلها وأوقات تانية كومبارس فيها، حياة عشتها وحياة عاشتك. السيرة انت. هي اللي عملتني. أنا ما كنتش ولا مخططة أبقى ممثلة ولا في أي حاجة فنية وأنا صغيرة تخلي أي حد يقول أنت تنفعي، أو ما كانش فيه ده. أنا كنت مخططة لحاجات تانية خالص. نجمة البيت يعني ما فيش فراغ حواليكي، مش مفروض أنك تشعري بالوحدة. لا، أنا كان في فراغ كتير، أنا كنت زهقانة طول الوقت. زمان ما كنتيش تحب أن يبقى ليكي أخ. إمتى قلتي أخ يا ريت كان لي أخ؟ بعد انفصال والدي ووالدتي. انت بقيتي جاهزه للحياه بتربيه ماما؟ اه ممكن اكون جهزت لها بنشفان زياده ما كنتش احب اوصل له، لكن عندك اخ او اخت من بابا؟ لا. امنيتك اتحققت، بركاتك يا شيخه هند وراه. شفتوا بعض، غرغرتوا، ما نزلتش الدمعه. اول حاجه قلتيها له ايه؟ وحشتني. كنت تتمني انهم يمثلوا عليكي الحب؟ جزء مني، بس لا، ما كنتش برضو، ما اعتقدش ان ده كان هيريحني، لان انا بكشف التمثيل في ثانيه. لطشتي في الدنيا والدنيا لطشت فيكي. غلبتيها في ايه وغلبتك في ايه؟ حدش يعرف يغلب الدنيا، ممكن نلعبها بس نغلبها لا. امتى اتصالحتي مع انوثتك؟ لا، ما افتكرش ان ده حصل لسه. بنيتي جدار حواليكي عشان تصوني نفسك؟ بس مش في الأول، لما تلبيت الأول. اتلبيت الأول وبعد كده بنيت الجدار. حصل إيه؟ اتلبيتي إزاي؟ لا، اتفهمت غلط كتير. طوق الزوجة خنقك، ولا طوق الأمومة هو اللي خنقك، ولا طوق المجتمع هو اللي قيدك وخنقك؟ أولاً طوق الزوجة ما خنقنيش خالص، لأنه الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا متجوزة شخص ما قدرش أقولك هو قد إيه سايبني في حالي، يعني ما عندوش أي قيود فيما يخص شغل خالص. عنده من الوعي إنه هو واثق في مراته تماماً، وفصل بين تماماً الأشياء. والاحترام، الاحترام ليا واللي شغلتي الاثنين. الأمومة، لا، الأمومة هو مش قصة طوق الأمومة، لكن يعني في مسؤولية بتيجي مع 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 كونك أم. في مسؤولية إنه مش كل الناس هتعامل بناتي بنفس يعني بطريقة الاحترام اللي أنا نفسي إن هم يتعاملوا بيها، أو مش كل الناس هتحترم شغلة مامتهم، أو مش كلنا إحنا في مجتمع لا بيحكم، وفي مجتمع ممكن يجرح، ودول بنات وانا اتجرحت وملهمش ان هم، انا على الاقل اتجرحت، بس انا ده اقتناعي ودي شغلتي، لكن هم ملهمش خالص ان هم
ما لهمش ذنب اللي هم يدفعوا ثمن. فانا لازم افكر فيهم قبل ما افكر فيا طبعا، ده ما حدش بيفهمه. فالاسهل حاجه يقول لك اه اصل هي بقت بتخاف، واصل هي اتغيرت، واصل هي ما بقتش فاهمه. لا انا فاهمه كويس قوي. وعموما النضج بيخلينا نخاف، وده مش غلط. بالظبط. انا ما بقتش زمان، او يعني من 5-6 سنين مثلا، لو كان حد لا لا يا جماعه وانا ما فيش ومش بخاف لا دلوقتي بقول لا بخاف. اه بخاف. الخوف يخليني أقول، أو إعلان الخوف يخليني أقول إن هند المتمردة بقت expired، منتهية الصلاحية؟ لا لا خالص. أنا مش فاهمة ليه اقترن التمرد أو مش التمرد، لأن أنا عمري ما كنت متمردة على فكرة. بالعكس، أنا شخصية conformist جداً يعني. تمرد على أفكار ممكن مش مقتنعة بيها، أو ممكن أبقى مقتنعة بأفكار تانية، ودي مش يعني مش حاسه ان انا عايزه اصدم الناس. انا بعد تجربه، مش كمان ده مش كلام جاي من الهوا، حسيت انه الرياكشن الوحيد اللي بناخده من اي فيلم فيه جرأة هو الصدمه. والصدمه ما بتوديناش في حته، بتخلينا في دايره مغلقه يعني، وبتخلي في غربة ما بين يعني أنا بالنسبة لي، وحتى قلتها دي قبل كده وقلتها للأستاذ داود، قلت له أنا بالنسبة لي إن أنا أغير فكر الناس ب ب ب ب بكتابة بسيناريو بفكرة مختلفة، تغير حكمهم على حاجة، جرأة فكر مش جرأة مشهد، بدل ما يمشوا من أول 10 دقايق ويقوموا من السينما علشان المشهد فيه، عشان الفيلم فيه مشهد ضد قناعاتهم. صح. فأنا شايفة إنه الصدمة الإلكتروشوك ما بيوديناش في حد. التغيير ما بيجيش من الإلكتروشوك، ده بيجي من فكرة بفكرة بفكرة. وأول حاجة لازم تحصل التغيير بيجي من إني بحترم اللي مش شبهي، يعني عشان أعرف بس إيه أشوفه، أو بحترم وجهات نظر تانية. بس طالما ما فيش احترام، وللأسف ما فيش احترام، لأنه اختلط الحابل بالنابل، لأنه في ناس برضو شايفة أنه آه لا ده أي فيلم جريء، ده معناه أنه دول ناس جاية بس تبيع يعني، أو يدينوا الشخصية الحقيقية والمشخصات، في خلط ما بين الشخصية والممثل، أو في برضو يعني إحساس إنه أو رأي إنه لا في ممثلات بتعمل كده علشان بس تتشهر. ويعني فالموضوع ملخبط قوي قوي على إننا نبقى فيه كلنا كده بوعي ونشتغل بجد. طالما الناس مش يعني مش شايفة ده، إحنا مصرين إن إحنا نعمله ليه؟ ما هو على فكرة المشكلة مش هنا، مش هنا أنا بقيت متمرد. يعني كلمة متمرد أو مثقف مش بتيجي من الحتة دي على فكرة، يعني دي زي ما نقول كده مشكلة زائفة تماماً بنغطي بيها، إن إحنا مش عارفين نكتب حاجات يعني فيها بقى فعلاً فكر مختلف من غير ما نصدم الناس. أنا بالنسبة لي النهاردة لا، أنا عمري ما بطلت بقى أعمل كده، بالعكس يعني. أنا بالنسبة لي فيلم أسماء فيلم جريء جداً، بيتكلم عن ومن أجمل أفلامك اللي قدمتيها. الله يخليكي. بس بالنسبة لي ده تمرد، إن أنا أعمل شخصية حد واحدة يعني متعايشة مع فيروس الإيدز، مع مرض فقدان المناعة المكتسب، وإن أنا كممثلة أخد الريسك إنه بقى المشخصاتي والشخصية يبقوا واحد، وما خفتش أو ده ما خافش منه. ليه؟ لأنه دي بالنسبة لي قضية مجتمعية كبيرة ما ينفعش أسيبها، اللي هي إنكار إن البني آدم اللي مش شبهي ده، وأنا بحكم عليه إنه يبقى ليه حقوق زيه بالظبط. أنا عمري ما اختزل التمرد في مشهد جريء بوس أو أحضان إلى آخره، لا أنا بتكلم التمرد بشكل عام. هند شخصية متمردة في الفكر، هند عندها الكاركتر بتاعها، عندها شخصيتها، عندها أفكارها ومعتقداتها ومبادئها اللي هي مؤمنة بيها، وممكن إن هي توطي وما تمشيش عليها لو شافت إن الموضوع ده ممكن يضايق
لو شافت ان الموضوع ده ممكن يخلي اللي قدامها يفهمها غلط. التمرد كمبدأ مرتبط بالاحتياج والحرمان والنقص. حرمتي من ايه؟ مش عارفة، أصل أنا مش شايفة نفسي متمردة، بالعكس أنا شخصية وبجد أنا بقولها لك، وعلى فكرة حتى لما تشوفي حياتي هتلاقي إن أنا حياتي ما فيهاش أي نوع من أنواع التمرد. أنا اتجوزت في الوقت اللي كل الستات بتتجوز فيه، وخلفت وعندي بيتي يعني، ومهتمة جدا بالجزء ده، ومهتمة جدا يعني عندي حاجات فيا، في جزء فيا تقليدي. أنا بقى أراكي بشكل مختلف، أنا أشوفك أنك أنت متمردة من وانت صغيرة، الطفلة الصغيرة اللي مش قادرة أن هي تمارس لعب العيال مع العيال، دي شخصية متمردة. لما أبوها وأمها ينفصلوا عن بعض تتمرد على الواقع وما تنكسرش وما تقعش وما تعيطش، وهي تمرد؟ لسه ده تمرد. ما ممكن تبقى قوة شخصية يعني. على فكرة التمرد هو قوة الشخصية؟ شيء من القوة. يعني أنا التمرد أصلي بالنسبة لي إن أنت تبقي مختلفة أو عايزة تبقي مختلفة. أنت مختلفة بالفطرة، بس مش عايزة أبقى مختلفة. أنت مختلفة بالفطرة، فأنت متمردة بالفطرة. فأنا طول الوقت تفتكري بقى أنا بعمل بقى كل الحاجات اللي هي بتهديني علشان أنا مش عايزة أبقى مختلفة، فيعني ده هو ده التناقض اللي في شخصيتي. يعني أنا مختلفة بالفطرة ومش عايزة، بس مش عايزة بالظبط. ياه شفتي بقى، تعاليلي حبيبتي من زمان. انتي فين من زمان؟ شفتي بقى، لسه هكملك. طب وده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ لا دي حاجة كويسة، يعني أنا مش عايزة. انتي عاقلة، انتي عاقلة. البني آدم برضو اللي بيطاطي أحياناً عشان المركب تعدي بيبقى لا أنا بعمل كده كتير. والنضج انت نضجة من وانتي في اللفة، بس النضج بقى بزيادة بعد كده، رسم لك وخطط لك فكرك من أول وجديد. أوكي قوليلي بقى. يا خوفي، لو معاكي أستيكة تمسحي قرار خدتيه غصب عنك، قرار أذاكي، إن شاء الله أذاكي بينك وبين نفسك، هيكون إيه؟ أنا عارفة بس مش هقوله. ما ينفعش يتقال؟ لا. هو شخصي؟ لا. مهني؟ يعتبر مهني. ليه علاقة بالمهن؟ سرتك وانتي اللي بتكتبيها. المراهقة الصغنونة حبت على نفسها من طرف واحد كم مرة؟ مرتين. أول مرة كان عندك كم سنة؟ كان عندي مثلاً 12 13. تاني مرة كان سواق الموتوسيكل. سواق الموتوسيكل. كان معانا في المدرسة وكان عنده موتوسيكل، الوحيد اللي بيجي بقى موتوسيكل، عارفه الشباب فمش انا لوحدي، ده نص البنات المدرسه كانت يعني بتحبه، يعني كانت حابه الستايل بقى، الستايل والشعر الطويل وكده. بس برضه هو صديقي دلوقتي، وعايزه اقول لك بالعكس، ده احنا عاملين جمعيه مع بعض في تونس، وبنساعد الناس، بنحاول نساعد الناس، وفضلنا اصدقاء. عارف انك انت كنت معجبه بيه؟ غالبا قلت له. غالبا قلت له. ضرب نفسه بالقديمه ولا يعني مش قدامي؟ روح طول الليل بقى يا رب، ليه بس كده؟ انا ايه اللي عملته في نفسي؟ غالبا مش قدامي، بس هو ساعتها كان جيمس دين بقى، ده هو كان بقى كان هو النجم يعني. كل البنات بتحبك، فما افتكرش انه ندم يعني، برضو تمام. دول المرتين اللي حبيتيهم من طرف واحد، كم مره حبيتي من الطرفين؟ مرتين، احمد جوزي وحد في تونس. حد في تونس كان عندك كام سنة؟ 18 برضه. أول حب، أو ده بقى اللي بجد كان أول حب. استمر قد إيه؟ سنتين ونص مثلا. مجيتك مصر هي اللي قطعت العلاقات؟ لا، من قبل كده يعني. لا، العلاقة قطعت من قبل ما أجي مصر. شغلك هو اللي خلاها تتقطع؟ لا 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 ما خالص. ما كانش حابب إنك أنت؟ لا 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 خالص، لا لا لا، ما يعني الحياة خدتنا مكانين مختلفين، بس مش حاجة، ما كانش فيه يعني. لو تسأليني كان إيه السبب، والله ما فاكرة، بجد مش فاكرة. كم خطوبة رسمية مرت في حياتك؟
2 قبل أحمد. قبل أحمد اتنين معروفين إن هما الاتنين يعني. الأولى مع باسل خياط والتانية مع المنتج محمد حفظي. يعني سوري الأول. أنت فضلتي مخطوبة منهم السوريين ده يعني. أجدع ناس. استني لا هقولك حاجة حلوة. دايما أيوه بسلم بس. وهو بيسلم كمان. باسل خياط سوري، محمد حفظي مصري، أحمد أكيد اتجوزتيه في الآخر مصري. تجربة انفصال والدك ووالدتك عملت غيوم على حياتك، خلتك تبعدي عن الراجل التونسي؟ يعني لما حبيتي ترتبطي رسمي مفيش ولا جنسية تونسية. ما عشان ما بقتش عايشة هناك فهقابل حد فين يعني. بس كنتي بتسافري أكيد. لا بس ما كانش في وقت خالص خالص إن أنا بقى يعني أقابل ناس وأقعد لا لا خالص. لا أنا كنت بسافر يا دوبك أشوف أهلي أشوف قرايبي، إنما لا حياتي كانت هنا. عشا جمعك بأحمد الشريف، عرفوكم صحابكم على بعض، ما عرفكيش، ده اللي شدك؟ ده من الحاجات اللي شدتني طبعا. مش خلي بالك هو ما عرفنيش بس عجبته، دي بقى اللي شدتني. لأنه دايماً عندنا أو الناس اللي بتبقى معروفة شوية بيبقى دايماً عندها خوف، هو أصلاً عايز يعني هو أنا عجبته بجد ولا الهالة بتاعت مبهور بهالة الشهرة بالظبط. فدي على الأقل اتحسمت من الأول، فدي ريحتني جداً الحقيقة. كنت بتدوري على إيه في الراجل اللي هتكملي معاه حياتك؟ لا أنا كنت عارفة بالظبط أنا مش عايزة إيه. ما كنتش عارفة أنا عايزة إيه. ما كنتيش عايزة إيه؟ كنتش عايزة حد يكبتني يخنقني يعني يكتم على نفسي. ما كنتش عايزة حد يطلع عليا insecurities معينة. ما كنتش عايزة أرتبط بحد يحس إن أنا عشان بشتغل أو علشان معروفة فإن أنا تشيلي المسؤولية مثلاً؟ المسؤولية وأبقى أنا اللي شايلة كل حاجة. فكانت الصراحة معادلة صعبة جداً إن أنا لقيها، والحمد لله أنا محظوظة بجد إن أنا لقيتها في أحمد بجد يعني. أحمد مصري كندي؟ مصري 100% لكن أكيد معاك الجنسية الكندية. خدتي الجنسية الكندية؟ لا. بناتي عندهم 3 جنسيات بس أنا لا. اتعرفتوا على بعض، مش هقول ليه عشان أنا عارفة السبب، لأنك لازم تروحي تقيمي في كندا سنين عشان تاخديها صح؟ لا بس اتعرفتوا على بعض حوالي سنة وكم شهر. كانت علاقة حب ولا صداقة؟ صداقة حب. صداقة حب يعني ابتدت صداقة؟ ابتدت صداقة وهو خلاني أحبه بجد. وللنهاردة على فكرة مشاعري تجاه أحمد، ودي الحمد لله أعتقد إن دي حاجة كويسة، بتتغير أو بتتلون. لكن البيز صداقة. خليني أقول، لما طلبت للجواز كنت في الوقت ده حبك وحبتيه؟ حبك وحبتيه ولا حبك وشفتيه مناسب ليكي مرتحاله وشايفة في الأول؟ في الأول خالص حبني وأنا استلطفته يعني. أول حاجة هو كان بيضحكني ولسه يعني، وأنا نادراً لما بضحك. أنا مش أي حد يضحكني. منكدة على الراجل حياته يعني؟ لا 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 مش نادراً لما بضحك في حياتي يعني، نادراً لما حد يعرف يضحكني. الإفيه يضحكني. مش, مش 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 أي خفة دم، مش أي يعني، محتاجة كده نوع معين من خفة الدم. فشدني ده لي، وفي نفس الوقت أنا كنت شايفة إنه في حاجات مناسبة. وده مش غلط على فكرة يعني، بالعكس. ده بالعكس أنا دايماً حتى دلوقتي من دلوقتي بقول لبناتي كده يعني، هو الحب الأعمى ده مش ما بيوديش في حتة. يا ريت يا رب يكرمكم وتحبوا حد شايفينه مناسب يعني. دي اللي هي الإكويجن المظبوط اللي يا رب يكرم كل البنات بيها. بس هي ابتدت إن أنا مستلطفة جداً وشايفة فيه حاجات مناسبة، وده اللي أدى إن أنا حبيته. طلب إيدك يوم عيد ميلادك، جاب لك هدية ولا دي كانت الهدية؟ جاب لي هدية. شفت الراجل كريم. لا الحمد لله. لا جاب لي هدية. وافقتي على طول ما فكرتيش؟ عشان كنتي اتعلقتي بيه ولا عشان كنتي رسمة عليه؟ لا هو أنا كنت على فكرة ولا رسمة ولا حاجة، أنا كنت واضحة جداً من الأول.
يعني أنا قلت له حتى لما ابتدينا نتكلم يعني وكده، قلت له بص أنا اتخطبت مرتين وما عنديش أي استعداد إن أنا بقى أقعد كده كل شوية أتخطب وأسيب مش عارف إيه بتاع، وأنا مش داخلة تاني في علاقة غير لو جواز. فكنت واضحة ولا رسمت ولا حاجة، وهو احترم صراحتي جدا. ربنا يخليكم لبعض. أمين. 13 أمين سنة يا رب. اتشقلبتوا فوق وتحت وتحت طبعا وفوق. لازم أي ده الطبيعي. اه طبعا، بس فعلا ربنا يحفظه يا رب. بس 13 سنة يثبتوا ان مش قليلين على فكرة. طبعا يثبتوا انه في حب وفي عشرة طيبة وفي احترام وفي تفاهم بينكم، مهما كان البهارات اللي هي على فكرة المشاكل بتبقى حلوة، نتخانق ويصالحني وصالحه وكده. طبعا ده لذيذ، بتبقى حاجة لذيذة. طبعا الحب بعد الجواز تفتكري بيبقى أقوى؟ أنا حبي لأحمد دلوقتي أقوى definitely. يعني لو سألتيني قلتيلي أنت دلوقتي بتحبي أحمد أكتر ولا في أول ما اتجوزته، هقولك دلوقتي طبعا. أنا حبي ليه زاد. ليه؟ لأنه مبني على، مش على مشاعر في الهوى، مبني على مواقف عشناها سواء، على حاجات حصلت لنا مش لطيفة وكنا فيها سواء، وشفت معدنه فيها وشاف معدني فيها. فده حب. يمكن عشان أنا كمان أنا بني آدم عقلانية جدا، يعني أنا ده يعني لو خد أجازة، لا مش لو خد أجازة، دي معرفش عمره ما هياخد أجازة. لا بس أنا لو ما اقتنعتش هنا ما بقتنعش هنا. فاهمة قصدي؟ يعني قلبي ما بيقتنعش، ما عنديش الحتة الساذجة شوية بتاعت المشاعر اللي مش مبررة. يعني أنا دايما عندي، طب يعني لو سمعت قصة عن حد، طب هي تحبه ليه؟ ده كذا وكذا وكذا. فصاحبتي تقولي أيوة بس هي بتحبه. أيوة أقول لها أيوة تحبه ليه؟ يعني أنت فاهمة، أنا كل حاجة لازم تبقى مبررة. فما عنديش الحتة اللي هو الحب اللي قبله بعد كده. ما هو الحب ده يا مبني على حاجة بجد فهتكبر، يا مبني على يعني مشاعر نزوات وبيروح. أوحش ما في الجواز إيه؟ الروتين. الروتين إن هو جوزي كل يوم؟ لا، الروتين إن إحنا لازم نعمل كل حاجة، يعني لازم كل حاجة تبقى شبه بعض كل يوم. ما دي في إيدك أنت. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت لازم أشقلب تتشقلبي. أنت اللي تتشقلبي. لا ده محتاجة بقى، أنا محتاجة ساعتها بقى، أصل أنا بشتغل برضو، يعني محتاجة مني. الغريبة إيه؟ إنك بتشتغلي، فالشغل أصلاً بيكسر الروتين. أيوة البني آدم اللي بيشتغل ده. أنا باخد كل الحاجات للآخر. ست بيت يبقى ست بيت للآخر. يعني هتيجي بيتي هتلاقي الورد فريش كل يوم، وهتلاقيني يعني مسيطرة كده على كل حاجة في البيت. فأنا حتة إن أنا أصحى، طب هتاكل إيه؟ طب أصل العيال، طب مش عارفة إيه، كل ده اللي بالنسبة لي روتين. يعني هو الكلام اللي كل يوم لازم نقول شبه زيه وكده، بس مش روتين في التعامل. وعشان كده الحمد لله الحمد لله أعتقد إنه ده سر من أسرار علاقتي بأحمد، إن إحنا مش مقيدين نفسنا بسكادجول. يعني ما شاء الله. مش كل حاجة كل حاجة لازم الساعة 8 والساعة 7 ولازم نتغدى. تعالي بقى رجعك لأول خناقة بينك أنت وأحمد. ده غير خناقة لا الخناقة دي ما تتقالش عليها، ودي خناقة تانية. المرة دي مفيش خناقات. لا 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 خير إن شاء الله. تعرفيش بقى بس خير. لا إن شاء الله خير. يوم جوازكم في تونس رفض أحمد يلبس الجبة. أيوة. والبرنس. صح. وده المفروض الطقوس التونسية إن العريس يلبسهم. صح. احكي لي اليوم ده تفاصيله إيه؟ خناقة كده من أول إحنا بنتجوز؟ لا أنا مش لابس، أنا طالعة بالبدلة. عملتي إيه؟ كنت بحاول أبقى يعني لطيفة. هو أنا ما كانش عندي مشكلة، هي خالة مامتي هي اللي أصرت عليه قوي، وهو ابتدى يتضايق انها بتصر عليه قوي. فيعني قال حاجه بطريقه يعني خلاص بقى سيبوني. انا قلت لا يعني لا. فانا كنت عايزه اهديه، والراجل بيصورنا طول الوقت، فمش عارفه اجيبها له ازاي. طلع متنرفز. فانا كل شويه فانا بعمل كده وبقول له طب معلش بس ممكن تهدى. وهي ست يعني قريبتنا، يعني ما فهمتش هو رد عليها كده ليه. فعارفه الموضوع كان ابتدى يكبر بقى. الجو زي اي مفيش فرح بيسلم من الحاجات دي.
فكنت بحاول ان انا اهديه، فعندي صور نص صور الفرح عامله كده، عامله له كده عشان الناس ما تشوفش وما تسمعش، وبحاول اداري باي حاجه عشان اكلم معاه وهو مش طايق نفسه. بس هو عموما كان يوم ستريسفل جدا. يعني قال لك ايه بعديها لما اتفضت المعازيم كل حاجة وراحوا؟ لا، احمد بقى اصله شخصيه عنيده جدا جدا جدا. وممكن يبقى عنده يعني لو جه فيا، لو جت فيا مش مشكله، يعني ما عندوش مشكله ان هو مثلا يعني حد جاي عايز يتصور، فاحمد بمنتهى كده يقول له انا خارج انا ومراتي وانا مش عايزه تتصور النهارده، هي بتتصور 364 يوم الباقيين، اليوم النهارده انا مش عايز. فانا ببقى عامله كده مش يعني، وبشوف الشخص بقى بيحمر ووشه بيجيب الوان وكده، واحمد عادي جدا. وانت بتعملي ايه في موقف زي ده؟ يعني بسكت. حقه بصراحه. لا حقه يعني فعلا، يعني هو ما جاتش من اليوم اللي هو مش عايز فيه اي حد تاني يشاركه الاتنشن، فلا حقه. لا على فكره انا زوجه كويسه، انا عارفه متاكده. يعني انت زوجه وام كويس. يا رب يعني، يا رب يا رب. بس يعني انا برضو بريحه على قد ما بقدر. يعني اليوم ده اتفضت اللمه، راحوا المعازيم، قال لك ايه وقلتي لي ايه؟ لا ما كملناش الخناقه خالص. لا بالعكس، اللي لسه ما اتجوزتش بتبقى لسه ما عرفتش راجل، عشان تعرفي راجل بحقه حقيقي لازم تتجوزيه وتبقي عايشه معاه تحت سقف بيت واحد. اتفاجئتي بايه بعد الجواز؟ في جوزي يعني؟ اكيد. اتفاجئت؟ لا اتفاجئت من صعوبه اول سنه. اول سنه اصعب سنه، يعني انا حتى الناس بقول لهم انا بالنسبه لي ما فيش سنه عدت عليا بصعوبة أول سنة. يمكن ناس وناس، لكن أنا كان عندي يمكن توقعات وردية شوية. اللي هي إيه؟ إن إحنا يعني هنبقى نفس على طول كده، هنوالف على بعض، هنطبع على بعض. في حد بيحب يتفرج على كورة، حد مش عارف، يعني الحاجات الصغيرة دي كانت صعبة. يعني أنا برضو كنت عشان طفلة وحيدة وكنت عايشة لوحدي، فما كنتش أحب أشارك حد سبيس بتاعي، حد يشاركني السبيس بتاعي. كمان يعني أنا حد عندي وسواس قهري بجد، يعني أنا ما أقدرش أنام لو الغسيل المواعين كلها مش نظيفة ومتنشفة ورجعت مكانها، ممكن ما أنامش. لو تابلو عامل كده شوية لازم أروح أصلحه. لا، وأحمد زي كل الرجالة أكثر فوضوية، فكنا طبعا بنتخانق طول الوقت على الموضوع ده. فهو ده اللي انا، بس عمري ما كنت تنازلت عن حاجات عشان اتطبع على حد تاني. فكانت اول مره يحصل لي، فكانت اول سنه بشد في شعري. يعني فاجئتك فوضت احمد، بما اني بسالك تحديدا ايه اللي في الراجل. بس يا حبيبي لما بسال بقى ناس تانية ويقولوا لي على الفوضى اللي هم شايفينها، لا احمد يعتبر يا حبيبي مش فوضوي ولا حاجه، منظم جدا. مش جدا بس جنبيهم هم ناس تانية. جنبيهم هم. بس هو يعني هو يحب يسيب حاجته، بس انا اللي اسمعه ان كل الرجاله كده. بتتحملي عيوبك ولا ما بتطيقيش نفسك؟ لا ده دلوقتي بتحملها. بتحمل. ما بتقوحيهاش؟ لا يعني. خالص بالعكس، ده انا بقيت فخوره بيها، اللي هو ياخدي كبرتي ياخدي كبرت. بكبر وعيبي بيكبر معايا. بالظبط. عيبك اللي احمد متحمله قوي ايه؟ ان انا workaholic، ان انا بحب يعني بشتغل كتير قوي، مش بس تمثيل. يعني يمكن الناس مش كل الناس عارفه ده عني، بس انا عندي كذا مهنة تانية جنب التمثيل، يعني داخلة في الإنتاج وداخلة في يعني داخلة في كذا حاجة، وشغلي مع الأمم المتحدة، وبحب أعمل حاجات على جنب دايماً. فطول الوقت السكيدجول بتاعي زحمة. فهو ده بالنسبة له عيب قاتل، يعني هو بيقول لي أنت دايسة بنزين طول الوقت. فاتورة العيوب بتاعتك ولا فاتورة عيوبه تخليكي تقولي مين فيكم مديون للتاني؟ لا احنا خالصين. احنا الاثنين قد بعض. لا احنا خالصين. ليلى عندها كام سنه؟ 8 قريب ان شاء الله. حياتي وعالية. 10 الشهر الجاي. ربنا يفرحك بيهم. يا رب. ربيتيهم ولا ربوكي؟ الاثنين. ربيهم وبيربوني طبعا.
مامتك لسه معاكي بتساعدك؟ طيب ما اقدرش اعمل حاجه من غيرها، ربنا يخليها بجد. يعني لولا ان مامتي موجوده في حياتي ما كنتش هعرف اشتغل واعمل اللي انا عايزه اعمله. وعشان كده كل ما باخد جايزه او حاجه انا بشكر مامتي، لانه الناس بتفتكر انه سهل. لا مش سهل، يعني انا لولا ان عندي سبورت سيستم ده ما كنتش هعرف اعمل اللي انا عايزه اعمله في شغلي. فهو في تضحيات لما بتبقي ام، وده اللي بيحصل في اغلب الاحيان، انه غصب عنك ما عندكيش الوقت لده ولده، فلازم تسيبي حاجه الا لو عندك في ظهرك ناس. لولا جوزي ولولا امي ما كنتش هعرف، لانه بيشيلوا عني كتير. ماما ضحت بحياتها وما اتجوزتش عشانك؟ يعني لما ماما وبابا انفصلوا كانت صغيرة، كانت تقدر إنها تعيش حياة وإنها تبتدي حياة جديدة. غالباً عشاني. عشاني. ما تكلمناش قوي عمرنا في الموضوع ده، بس غالباً عشاني. بتشعري بالمسؤولية مضاعفة عشان كده؟ ولا ما فكرتيش في الموضوع ده؟ لا يعني أنا بالنسبة لي برضو حتة إن أنا وماما عايشين مع بعض من ساعة ما اتولدت النهاردة ما افترقناش. عمري ما سبتها، ويعني عارفة عمره ما حصل اللي هو العيال لما بتكبر وبتبقى بتشوف مامتها بس مرة في الأسبوع على الغدا، لا إحنا كده. ربنا يا رب يخليها لك. يا رب يا رب يحفظ كل أم لولادها. أمين يا رب. تيتا داليندا. مامينا. مامينا علمتهم يتكلموا تونسي؟ بتحاول. يعني هي بتكلمهم تونسي، هما بيردوا انجليزي على فرنساوي على مصري. صعب عليهم لسه الموضوع بس شوي. بيفهموا كل التونسي، يعني لما بنكلمهم تونسي بيفهموا، هما بس مكسوفين يقولوا عشان ما فيش هنا ناس بتكلمهم تونسي كتير. ما فيش حد خالص، لو كلمتي تونسي هنا ما حدش هيفهمك. لا ده انا معلمه كل الناس عندي بتتكلم تونسي لبلب وبيطبخوا تونسي وكل حاجه بجد. يعني بحاول كده تبادل ثقافات. بيعملوا حساب لمين اكتر، عليا وليلى، البابا ولا ماما؟ باباهم. يعني انت مش واخده الشده بتاعت ماما في التربيه معاهم؟ لا انا شديده في حاجات بس ما بيعملوليش حساب برضو. لاني علشان هو ما بيعيدش، انا زنانه. يعني انا بقعد اقول الحاجه واقولها تاني وتالت ورابع لحد ما تتعمل، ولو ما اتعملتش طب ما انا هعمل ايه، هقعد ازن. هو بقى ما بيعملش كده خالص، هو بيفضل ساكت 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 ساكت، بس يوم ما بيطلع طلعته بيعمل حاجه بجد. فهما بيبقوا عارفين انه طالما هو اتكلم يبقى هنا بقى في مشكله. نفسك تخويهم بولد؟ كان نفسي لحد من سنتين. وايه اللي غير؟ انا قلت له طب ما يلا بقى عشان ايه بتاع، قال لي لا خلاص انا شايف انه كده الحمد لله قوي ونحمد ربنا فقلت له خلاص يبقى هنقفل، لانه انا خلاص يعني مش قادره برضو، الموضوع صعب يعني. بس كان قراره ان خلاص كان كفايه. كان قراره. تصدقي وهقعد ازله عليها دي. انت السبب، انت اللي ما خليتش الواد يجي. لان عندي صاحبتي لسه جايبه الثالث، فبقعد ازله اقول له طب شفت لو كنا بس عندك استعداد لحد. بقول لك لا، لو دلوقتي جه قال لك عندك استعداد؟ لا خلاص تهديت يعني، اعتقد الحمد لله طبعا، واللي يجيبه ربنا كويس، ولو جه مش هقول لا، مش همانع يعني طبعا، بس تمام الحمد لله. الحمد قوي الحمد لله على كده. الحمد لله قوي. بالبنت العريض توصي نفسك على احمد بيه؟ ان انا دايما افضل شايله له حاجتين، ان هو حب هند اللي بجد، مش الصوره اللي عند الناس او النجمه او وانه عمره ما حسسني بان انا زي ما قلت لك جايه عليه بشغلي بالحياه اللي هي ما فيش خصوصيه قوي، بانه طول الوقت برضو بيحاول يعمل انا وهو نعمل بالانس ما بين حياتنا الخاصه، ويعني عمره ما حسسني انه جاي على نفسه عشان قادر يحتويكي. وفي أصعب الأوقات وأنا مش سهل حد يحتويني، يعني محتاج يبقى دماغ قوي اللي يحتويني. مين أطيب، أنتي ولا هو؟ إحنا الاتنين طيبين زي بعض بجد، يعني إحنا الاتنين عندنا مبادئ في الحياة هي إن
النجاح والنجومية والشهرة بيفرضوا قائمة اضطراريات. القائمة المفروضة عليكي إيه؟ أحاسب على كلامي، أحاسب على تصرفاتي في كل مكان وفي كل زمان، أحمي عيلتي من تدخلات، أحمي نفسي من ناس مزيفة بتضطرني إن أنا ما تعملش بفطرية شديدة ولا بفطرة يعني شديدة ولا بطيبة ولا بحسن نية طول الوقت، يعني طول الوقت بعيني في وسط راسي. الحذر بيمنع المتعة؟ كتير. طبعا لا، مش قصة حذر، ان انت طول الوقت حاسة ان انت لا، حذر وحرص، يعني الناس مركزة معك، ما انت حريصة وحذرة في كل تصرفاتك، دي قائمة الاضطراريات فبتمنع متعة الحياة، بتقللها، بس لازم يبقى دايما في عندك مخرج. يعني انا دلوقتي المخرج بتاعي ان انا اروح مكان منعزل، تسافر، اسافر، او حتى هنا يعني بيبقى ليا كده لقيت الاماكن اللي روحي بترتاح لها فبروح لها، كل ما بحس ان روحي اتخنقت بروح. فين الحته دي؟ في سينا. هنا جوه مصر، مصريه من شبرا. الاحلام اول حاجه ودتك لدكاتره نفسيين، حاجه من اغرب ما يكون، يعني احلام هي اللي توديني لدكاتره نفسيين، ايه الحكايه؟ احلامي يعني صدقني انا ما بقتش بحلم دلوقتي، ما بقاش عندي احلام او ما بقتش بفتكرها، غريبه جدا، مع اني كان عندي احلام مجنونه وبالالوان وبتتاثري بيها وروحتي لدكاتره. بتاثر جدا وبقول يعني وبيتقال لي كلام في الاحلام غريب وبقول كلام اغرب وبشوف ناس غريبه، دلوقتي ما بقاش خالص. بس انا الاحلام بالنسبه لي هي 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 العقل الباطن بيتكلم بطريقه لازم يتكلم، يعني لو انا سكتته هيتكلم. علاقتك بالدكاتره النفسيين ابتدت من امتى؟ مش لدرجه دكاتره نفسيين. قولي لي تجربتك الشخصيه. انا كان عندي بس فترات بكتئب فيها، يعني اكتئاب بس مش شديد، لكن كان بيضايقني لانه كمان كنت الحمد لله ناجحه والحمد لله كل حاجه ماشيه كويس، طب ليه ساعات بحس بحزن؟ ليه بحس ان انا في حاجه كده، عارفه، كاتمه على فرحت لحد. ده الكلام امتى؟ 2007. يعني في عز النجاح. بالظبط. وعايزه اقول لك ان انا اكتشفت حاجات كتيره، وبالعكس انا يعني مديونه لاي حد رحت له علشان اخد منه معلومات تفيدني ان انا اعرف اتعامل مع دماغي. ومش بس ده دكتور، ممكن يبقى لايف كوتش، لان رحت اللايف كوتشز كتير، ممكن يبقوا ناس روحانيين، ممكن يبقوا ناس بيتكلموا في الدين، بيكلموني في الدين فبرتاح. رحتي اللايف كوتش بس مش مامتك ليه؟ ما كانتش لسه لايف كوتش. دلوقتي بتتكلمي معاها، بتقعدي معاها؟ بس بصي صعب قوي انها تعمل ده مع بنتها. يعني حتى لما اجي اتكلم معاها تقول لي لا بس انت قريبه، انا يعني مش هقدر اتجرد من، مش هقدر ابقى موضوعيه، فمش باخد رايها قوي يعني. وصلتي مع الدكاتره او مع الدكتور ومع اللايف كوتش ان سبب اكتئابك ايه؟ بصي في ديفينتلي في حاجه كانت ليها علاقه بان انا طول الوقت شايفه اني يعني مش بتعامل، مش متصالحه مع كل الاجزاء اللي جوايا. يعني لو انا مثلا بشتغل فانا هشتغل بس، لو انا بلعب فانا بلعب بس، لو انا ما بعرفش اعمل التركيبه اللي تخليني محافظه على توازن، يعني كل حاجه باخدها الاكستريم. فعلموني ازاي اخد من كل بستان زهره كده، ما اخدش الشغل للاخر فما يبقاش فيه اي حياه اجتماعيه في حياتي، ما اخدش الحب للاخر لحد ما يبقاش فيه اي شغل في حياتي، لازم من كل حاجه حاجه. فده اللي اتعلمته، وتعلمت كمان ان انا اتصالح مع عيوبي، ما بقعدش احكم على نفسي بقسوه شديده. لسه بتعيطي 3-4 مرات في اليوم؟
لا 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 ده دلوقتي لو بقى 6-7 مرات لا 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 اليومين دول بس عشان بشتغل كتير وحاجات ورا بعض فبيصعب عليا نفسي من التعب ساعات فبدمع من التعب. لكن لا دمعتي ما بقتش قريبه قوي يعني. إيه رفضت نقابه المحاميين في تونس قيدك في جداولها ورفعتي قضيه عشان تثبتي حقك في القيد. ليه؟ علشان كنت بمثل وكان في قانون يعني انه لا يجوز مزاوله مهنه المحاماه جنب مهنه اخرى. وازاي اثبتي حقك طالما ان في قانون؟ لان انا ساعتها كانت سنه كنا بنتكلم في 2004 ما كنتش نقابيه ممثله يعني كممثله ولا في تونس ولا في مصر. فكانت تعتبر هوايه زي ما محامي ممكن يبقى عنده هوايه لكن بيتربح منها في هوايات كتير ممكن تتربحي منها. فكسبناها كده لأنه هي ما كانتش أنا ما كنتش ولا مسجلة في نقابة المهن التمثيلية ولا في مصر ولا في تونس. بقيتي مسجلة في مصر وفي تونس اتفصلتي ولا لسه؟ لا أنا اللي احتراماً لهذه لمهنة المحاماة واحتراماً للقانون استقالتي. أنا ما فيش استقالة هناك في حاجة اسمها بفريزت تجمدي القيد بالضبط. فرحت جمدت القيد بس حقي أخده فخدت حقي بس بعد كده أنا من نفسي مش هعمل حاجة تضر مهنة المحاماة. فأنا اللي رحت في الآخر بعد ما خدت حقي قلت لهم طيب تفضلوا عشان أنا دلوقتي ناوية إن أنا أمتهن هذه المهنة مهنة التمثيل. إيه اللي ممكن يخليكي تلبسي الروب الأسود من جديد اللي أنت ما لبستيهوش أصلاً؟ أنت تعبتي وطلعتي الأولى على دفعتك يعني. لبسته يوم ما أديت القسم. فلازم دايماً في القسم لازم تلبسي الروب فلبسته. وبعد كده أنا بشوف إن أنا بلبسه بطرق تانية. بدافع عن حاجات كتيرة، بدافع عن قضايا أنا مؤمنة بيها على السوشيال ميديا بتاعتي في أعمالي عندي. وأعتقد إنه ده واصل للناس إنه عندي في حاجات أنا بدافع عنها وباين إن أنا بدافع عنها. فده برضو نوع من أنواع المحاماة. هتكتبي أسماء مين في سيرتك؟ غير أبويا وأمي وأحمد والبنات يعني. غير الدايرة الأولى أكيد دول مش مكتوبين في سيرتك، دول محفورين في سيرتك. هم دول سيرتك من تاني؟ لا ناس كتير طبعا. الله يرحمها مفيدة تلاتلي كانت مخرجة أول مخرجة اشتغلت معاها أول فيلم. هي أول لسه مخرجة متوفية تونسية. الله يرحمها من أسابيع الله يرحمها. كل الناس اللي ساهمت في انا مين النهارده سواء كانوا معروفين او مش معروفين. هيبقى في ايناس الدغيدي اللي هي سبب ان انا جيت مصر. هيبقى في ايناس الدغيدي. هتكتبي جنب اسمها ايه؟ غيرت حياتي يعني. هي غيرت لي حياتي برضو زي ما مفيده غيرت لي حياتي في تونس اول مره وقفت قدام كاميرا. ايناس خدتني تشابتر تاني في حياتي للاحسن. للأحسن أكيد لأنه كل ما بنكبر وكل ما بيبقى فيه حاجات ما كناش يعني. لا طبعاً للأحسن. خالد يوسف عملتي معاه فيلم واحد ويجا وبعدين قرار انفصال نهائي لا عودة فيه. ليه ما اشتغلتيش معاه تاني؟ ما انبسطتش بالتجربة. ده حرية شخصية يعني ملهاش علاقة خالص. التجربة الشغل ولا تجربة شغل. التعامل؟ لا شغل. في ناس بترتاح مع مخرجين وانا ما بترتاحش مع مخرجين. بالعكس لما بشوفه بسلم عليه وما عنديش اي مشكله معاه خالص. مين تاني هتكتبي اسمه في سيرتك؟ مفيده تلالي، ايناس الدغيدي. لا ناس كتير. الاستاذ عادل امام انا وقفت قصاده في عماره يعقوبيان دي من الحاجات اللي لا تنسى برضو بالنسبه لسيرتي يعني. دي غيرت لي نظرتي لمهنتي حتى يعني او حطتني في مرتبه تانيه. في أعمال برضو مش بس بني أدمين. في مين مش عايزة أسلم؟ هنسى ناس أكيد ومش عايزة أزعل حد صراحة. طلعتي من حياتك دي بإيه؟ اللي عايزة بقى اللي أنت بتعظي بيها نفسك 24 ساعة وبتفكري بيها نفسك إنها ما تستاهلش ولا كل التفكير ده. لا تستحق. في حواري معاكي في المتاهة من 4 سنين ونص قلتيلي خلاص أنا عايزة أعيش. أيوة شفتي؟ عشتي؟ آه. عملتي إيه؟
لا ما بقول لك ببسط بحاجات ما كانتش بتبسطني خلاص، وكنت وصلت ان انا مش مستمتعه بحياتي، مش مستمتعه حتى بالحاجات الحلوه اللي عندي. لا علمت نفسي استمتع، وخدت اجازه طويله وسافرت ورحت وجيت، رحت اليابان، كنت كان نفسي اروح اليابان طول عمري وما كنتش لاقي وقت، عارفه كل شويه لا في تصوير في شغل باجل. قمت واخده فعلا بريك وما اشتغلتش، وابتديت اظبط التوازن ما بين حياتي التانية وحياتي كممثلة. ده اللي كان مش مظبوط خالص. هند التايهة لقت نفسها؟ بنسبة كبيرة لقت نفسها الحمد لله بنسبة كبيرة. هند دي صورتك من السفارة الفرنسية في مصر وقتها ادوكي وسام الفنون والأداب بدرجة ضابط، يا حضرة الضابط، تقديراً لفنك واللي أنت قدمتي. أنا اخترت لك الصورة دي، أنت تقدري تغيريها، ده درافت سيرتك. بس بحبها. لذيذة. مش عايزة تغيريها؟ يعني ممكن أغيرها، أحط البنات وأحمد وبعد كده أسبوع كده وأسبوع كده ينفع؟ خلص حديلك دي ونبعت لك واحدة بأحمد والبنات. حلو قوي. دي في دي السيرة الحلقة. ذكرى. هوريها للبنات ده ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي، بسطتيني. انا مش عايزاكي تقومي عشان مبوظ لكيش. لا عادي عادي يا حبيبتي. ثانك يو. ميرسي يا وفاء، حلو قوي. هند صبري المتمرده المختلفه المميزه بالنسبه لي حبيبتي. فيكي شيء مختلف عن غيرك، وده شيء بيميزك، وبتمنى لك كل حاجه حلوه في حياتك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد وأنا المهني. وانا كمان، وانت عارفه بحبك قوي. ميرسي يا وفاء، نورتيني. نورتيني. السيره قرار واختيار، واوقات غصب عننا اجبار. هي فاتورتك اللي هتدفعها، وشيلتك اللي ما حدش هيشيلها غيرك. سيرتك على كل لسان، خلي بالك يا إنسان. تحية مني وفاء الكيلاني، تصبحوا على خير. نورتيني. حبيبتي.